بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محبي ومشترك قناة أعرف دينك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحاديث من الأحاديث اللي جات واحد مشترك حاول إن هو يستفهم منه، فإحنا جمعنا عن الأسئلة عن الأحاديث دي على الحديث دوت. السلام عليكم يا شيخ حلمي. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كل عام وأنت بخير حبيبي. أنت بألف صحة وسلامة. الله يخليك. كل مشاهدي ومشتركي ومحبي كل قناة بألف صحة وسلامة إن شاء الله. الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: حبب لي من الدنيا النساء والطيب وجعلها قرة عيني في الصلاة. قصدك وجعلت قرة عيني. وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام النسائي من حديث أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. طيب، السؤال الأولاني: هل هناك فرق بين حبب وأحب؟ الله يفتح عليك يا محمد، سؤال حلو جدا. طبعا هل هناك فرق بين حبب إلي وأحب؟ خلي بالك، حبب هو فعل مبني للمجهول، لأن الفاعل هنا معلوم والفاعل هو الله. فالفاعل هو الله، فالله عز وجل، فالحب هنا من الله عز وجل، وهو دعوة من الله عز وجل دعاهم إلى حبه والرضا به فامتثلوا. فحبب أي المولى عز وجل هو الذي رزقني هذا الحب. أما إن قلت فأحب، فأحب تأتي من النفس، أنا أحب مثلا عم أحمد فحب من أنا ليك، أنا أحب مثلا أخويا مؤمن، أخويا هاني، أخويا محمد، أحب الدكتور تامر، ده حب نازل مني، حب شخصي. أما حب بقى هي رزق، هي رزق من الله عز وجل، حب بقى إليه من الله عز وجل النساء الله. والطيب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله كل خير. خلاص. لماذا أخص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من محبة الدنيا في هذا الحديث؟ الله الله يفتح عليك عم أحمد، سؤال جميل جدا جدا. عم أحمد بيقول: لماذا خص أو خص النساء من محبة الدنيا في هذا الحديث؟ نركز مع بعض وركزوا معايا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا النساء؟ ما جاش في دماغكم السؤال ده؟ طب تعالوا نجاوب مع بعض. اولا، لينقلوا عنه النساء ما لا يطلع عليه الرجال. زي ايه مثلا؟ زي احوال مثلا الغسل، احوال مثلا الحيض والنفاس، احوال العده وما شابه. مين اللي ينقل الكلام دوت للنساء المسلمين؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فهم النهارده كان يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، من علم ما يخص النساء من احوالهم في الغسل والحيض والنفاس وايضا في العده وما شابه. ثانيا، لان اول فتنه كانت في بني اسرائيل هي فتنه النساء. تمام كده؟ قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. اول حاجه ايه؟ النساء. تمام كده؟ والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. ثالثا، هي زياده في الابتلاء حتى لا يلهو بما حبب اليه، فيكون ذلك اكثر مشاقه واعظم اجر للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال ما بعده: معنى الطيب في الحديث، وما وجه الحب؟ الله، ما وجه الحب؟ دائما عندما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الحب عليه الصلاة والسلام، فهو من علمنا الحب، هو من علم هذه الأمة الحب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالطيب هنا بمعنى العطر اللي بنسميه احنا كده البرفانات. تمام كده؟ فالطيب بمعنى العطر، او زي ما احنا ما قلت احنا كده ايه بنسميه البرفانات. كويس كده؟ طيب جميل. ليه وجه الحب هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مساله العطر؟ كان بيحبه ليه؟ اولا، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان يناجي الملائكه، والملائكه يحبون الطيب، والملائكه يحبون الطيب. يمكن في طفل دلوقتي احنا صرخ دلوقتي من الناس اللي بيستمعونا قاعدين معانا في الاستوديو دلوقتي، لما واضح ان هو محتاج الطيب، انا محتاج حد يرش له شويه.
فرشوا له يا جماعه، رشوا له عشان يسكت. تمام كده. فوجه الحب زي ما قلت هنا ايه، وجه الحب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي الملائكه والملائكه تحب الطيب. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس القوم، يجي للوفود وبيقعدوا معاه ويعرض عليهم الاسلام، فكانوا عندما يجلسون مع النبي يجدون منه رائحه الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في يوم من الايام، فكانت ام سلمة تاخذ منه العرق في قطعه قماش ثم تعصره في زجاجه في قاروره. انت بتعملي ايه؟ انت بتاخدي العرق بتاعي وبتعملي بايه؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا فهو اطيب من الطيب. لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالنساء؟ لماذا أخر النبي الصلاة على النساء؟ فالنبي قصدك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الأول وبعد كده ذكر الصلاة. بسيطة قوي، ركزوا معايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. جميل قوي. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنساء ليه؟ من الحديث حب إلي من دنياكم الدنيا. وختم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كرة عيني فين؟ في الصلاة، الصلاة أي الآخرة، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. يمكن طالما أن أنت بدأت تتكلم في المنطقة دي يا عم أحمد، في سؤال ممكن يعني تباهي لذهنك أنا هسأله بالنيابة عن المشاهدين، ممكن حد يسأله علينا دلوقتي. إيه دور النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه دور النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. يمكن يكون هسأل. السؤال ده كان موجود عندك؟ كنت هسأله والله. سبحان الله. يعني أنا يمكن بفكر بدماغ حضرتك يعني. إيه دور النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نفكر مع بعض كده. من أول من أسلم النساء؟ خديجة بنت خويلد. من أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم وناصره بماله وببيته وبطمأنينته وبحبه؟ خديجة بنت خويلد. فكانت أول من وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين التي وقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتعد عنه الناس، آوى إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما فارقه الناس. أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. ده هذا أولا. طيب ثانيا، اللي احنا ذكرنا من شوية ان دور النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انه كانوا ينقلوا عنه العلم للصحابة، لأن في حاجات كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يطلع عليها الصحابة. أيوه. مين اللي بتشوفها؟ أمنا مثلا عائشة. فعشان كده أكثر النساء إن روت الأحاديث أمنا عائشة، فكانت تنقل ما يدور بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من علم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. معنا سؤال تاني، ما معنى قرة عيني؟ هل فيها لفتة جمالية؟ الله الله. صدق يا عم احمد، عندما تبحث في المعجم لن تجد كلمه كهذه الكلمه، قره عيني. ايه الجمال ده؟ ايه اللفظ ده؟ من اين اتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لفظه جماليه. سبحان الله. قره عيني، انا كل ما يعني كل ما اتخيل اللفظ ومعناه، سبحان ربي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلى الله عليه. ما تصلوا عليه يا جماعة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، ما معنى قرة عيني؟ القرة هي ما يصادف المرء به سرورا فلا تطمع العين إلى ما سواه. تاني، قرة عيني هي ما يصادف المرء به سرورا فلا تطمع العين إلى ما سواه. قال ابن القيم ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ما هو النبي قال عليه كده، يبقى إذا ما فيش نعيم في الدنيا يشبه نعيم أهل الجنة إزاي الصلاة؟ لذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقرة عيني وقرة العين هي فوق المحبة، مش محبة بس، دي أعلى من المحبة. يعني لو لي مثلا عم أحمد أنا بحبك، لا يا عم أحمد ده أنت قرة عيني. تمام كده. عشان كده صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهارده لما تيجي النهارده تيجي تقول لي زوجتك النهارده، ده انت مش حبيبتي بس، ده انت قرة عيني، ده انت عيني ما تتكسفش. اولى الناس اللي هتقول لك الكلام ده دي زوجتك طبعا. اجري قول لها النهارده، اتفرج على الحلقه النهارده وروح نفذ،
انا عايز النهارده كل مشترك القناه ينفذوا كلامنا مع زوجاتهم مع زوجاتهم طبعا النهارده. تمام كده، كل واحد يروح النهارده يقول لهم ده انت مش حبيبتي بس ده انت قره عيني، فقره العين فوق المحبه فوق المحبه. تمام كده، فانه ليس كل محبوب تقر به العين صلى الله عليه وسلم، فليس كل محبوب تقر به العين، وانما تقر العين باغلى المحبوبات الذي يحب لذاته وهو الله. فالله عز وجل يحب لذاته سبحانه وتعالى سبحانه جل وتعالى. جزاك الله كل خير يا شيخنا. في سؤال تاني، لماذا يختار النبي عبادة أخرى مثل الجهاد أو الزكاة؟ أصدحك لماذا لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أخرى مثل الجهاد أو الزكاة؟ جميل قوي، ركزوا معايا لأن السؤال ده مهم جدا. ليه النبي ما اختارش أي عبادة أخرى موجودة زي إلا الصلاة؟ إيش معنى الصلاة؟ ركز معايا واسمع كويس. لأن في الصلاة المناجاة واطمئنان القلب وسكن النفس، وتنعم فيها بذكر الله. لا إله إلا الله. نقول تاني؟ نقول تاني. طيب، لأن في الصلاة المناجاة واطمئنان القلب وسكن النفس والتنعم بذكر الله والتذلل والخضوع له والقرب منه، ويجتمع في الصلاة الكثير من العبادات. خلي بالك الصلاة مش فيها عبادة الصلاة بس، لا، فيها القرآن، تقرأ القرآن في الصلاة، أيوه، الذكر، تذكر الله عز وجل، أعمال القلب، الخشوع والخضوع، الإخلاص، أن تخلص العمل لله عز وجل. أنا واقف ليه؟ بصلي لله، مش عشان الناس تقول عليا أن أنا بصلي، ولا ده أنا بصلي لله. الإخلاص، الصدق مع الله عز وجل، وأن الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. عشان كده في رواية في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلوا عليه يا جماعة والناس ما عارف الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقال أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ إيه أفضل عمل في الإسلام؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال. تمام كده؟ فهي أفضل أعمال في الإسلام بفضل الله عز وجل الصلاة. لهذا لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة أخرى زي الجهاد أو زي الزكاة أو أي عبادة تانية، واختار الصلاة. نعم، جزاك الله كل خير. طيب، في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. الله، مش بقول لك ما ينطق عن الهوى. والله يا جماعة كلما تتقلبوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبارات النبي صلى الله عليه وسلم وفي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أرحنا بها يا بلال، لماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد فيها الراحة والطمأنينة والسكينة، فكانت أقرب عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكان يجد فيها راحته، فكان يقول لبلال أرحنا بها كي أجد فيها راحتي يا بلال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضيلة الشيخ، كان الصلاة عظيمة في الإسلام، مكانة الصلاة عظيمة في الإسلام، فما هي؟ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى أول نتكلم عن معنى الصلاة. الصلاة عن محمد لغة بمعنى الدعاء. قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاء لهم. أما الصلاة في الشرع هي عبادة بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة، تمام كده، أو التلفظ بأقوال معلومة ومحفوظة أو مفهومة مفتتحة بالتكبير والله أكبر تدخل الصلاة، أيوة، ومختتمة بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله. ثانيا، أن الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي واجبة بكتاب الله عز وجل. أما في السنة كما في الصحيحين حديث من حفظه لأولادنا من حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما بالإجماع فقد أجمعت الأمة أن الله قد فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. أما عن مكانة الصلاة في الإسلام فمن آكد الفرائض فهي التي أو تعتبر هي الركن الأول بعد الشهادتين.
هي الركن الاول شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم اقامه الصلاه واداء الزكاه. لذلك لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن فقال له فليكن اول ما تدعوهم اليه يا معاذ شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. طيب جزاك الله كل خير. خير. هل هناك تسريب نعم على الزوج في ميل الشديد لحب زوجته؟ الله لا طبعا يا جماعه، ده احنا بنطلب منكم كده. مفيش تسريب طبعا على ان الزوج يحب زوجته او يميل اليها. طب ده احنا المطلوب من حضراتكم حبوا زوجاتكم يا اخي الله يهديك. حب شديد. حب. انا بقول اهو المطلوب يا عم احمد من كل زوج. انا هسالك سؤال، من احب الناس اليك؟ صدقني هتلاقيها زوجتك. من الذي اختارها الله عز وجل؟ مين اللي اختارها؟ الله. صدقني والله لو ما كانتش الزوجه دي افضل خلق الله لك وافضل اختيار لك ما كانش اختارها لك المولى عز وجل. لذلك اختارها الله عز وجل. تعال ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس اللي بتتكسف. يا اخي انت ليه ما بتقولش لمراتك بحبك؟ انت ليه ما بتقولش لمراتك بحبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن احب الناس اليه اتكسف؟ لا والله. فقال مين؟ قال عائشه. ما اتكسفش لزوجته. فقيل من رجال قال ابوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله صلى الله عليه وسلم. ما فيهاش كسوف. حب زوجتك يا اخي والله العظيم. الفطور اللي بوصل هنا في البيوت دلوقتي والمشاكل اللي بتجيلنا والاتصالات التليفونيه والرسائل اللي بتجيلنا كل شويه بسبب الفطور، ان خلاص اصبح الموضوع عباره عن روتين في البيوت يا عم احمد. يا اخي كلمه طيبه لزوجتك الله يهديك قول لها بحبك، انت خير النساء الي، انت حبيبتي زي ما احنا قلنا من شويه، انت كره عيني، ربنا يخليك ليا، ربنا يبارك لي فيكي، ربنا ما يحرمناش منك. كلمه حلوه كلمه طيبه يعني بلاش الشده اللي موجوده في البيوت دي. ربنا يهدينا. ايوه ما حدش يبص لنا احنا الحمد لله بنقول. ايوه احنا بنقول في بيوتنا. ايوه يا حبيبتي بنقول والحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك في زوجتي يا رب يحفظها يا رب يبارك فيها. وطبعا وفي الحاجه برده مفاد طبعا عشان الحاج احمد برده ايه وقاعد برده ما يسمعنا اهو. الحديث فيه ثلاث مشاهد عجيبه، الاخلاص والمتابعه والاحسان. الله. صدق فكيف فعلا. تشرح لنا هذا؟ بص صلى الله عليه وسلم. الحديث فعلا يا جماعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حب بلايين من دنياكم النساء والطيب وجعلك قرة عيني في الصلاه. المشاهد دي عجيبه فعلا، فيه فعلا في اخلاص وفي متابعه وفي احسان. طيب الاخلاص جه منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاه. انا لما يكون قرة عيني في الصلاه هدخل الصلاه في اخلاص شديد جدا لله. انا بحبها، بحب الصلاه، هؤدي الصلاه بخشوع وتذلل بين يدي الله عز وجل. هخلص في حاجه بحبها، مش ممكن هخش في حاجه ما بحبها ومش هخلص فيها. فاذا اتى الاخلاص من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاه. ثانيا المتابعه. فين المتابعه في الحديث هنا؟ ربما ما تاخدش بالك. المتابعه أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. الطيب، العطر، التطيب. إنك أنت دايما أنا واحد من الناس ما أعرفش آخد من بيتي من غير ما أتعطر. لازم. أنا أحب أشم نفسي، أحب أشوف أشم نفسي ريحة طيبة. ما شاء الله. بفضل الله عز وجل، اللهم لك الحمد يعني يمكن لو جيت عندي في البيت هتلاقي أنواع مختلفة مش هتصدق كل الأنواع دي إيه. بفضل الله عز وجل، أنا أحب الطيب. تمام كده؟ ليه؟ مش عشان أنا بحبه. لا. لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فأنا أحب الطيب لحب النبي صلى الله عليه وسلم في الطيب. صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ وأيضا حب الأيام من دنياكم النساء، فأنا أحب زوجتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نحب نساءنا. فهذا هو الاتباع في الحديث. أما الإحسان فإنك في كل عبادة تتعبد فيها إلى الله عز وجل فلتعلم إن كنت لا ترى الله فاعلم أن الله يراك. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن تراه فاعلم أنه يراك. أما الإحسان أن تحسن للنساء. ما هنا حب إليهم دنياكم النساء والطيب، أن تحسن للنساء كما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. لذلك أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم. عليه الصلاة والسلام. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات
فعلا اسيرات والله. يعني النساء يا عم احمد النهارده لما انت يعني الرجال اللي ربنا يهديهم، انا اشك ان هم يكونوا رجال اللي بيتجرأ ويمد ايده على زوجته. انت بتمد ايدك على اسيره عندك يا اخي. تذكر لو انت بنتك في بيت جوزها واتصلت بيك وقالت لك الحقني يا ابي جوزي بيضربني، هتعمل ايه؟ والله تصور وتهيج وتروح ممكن تمسك فيه. طب ما زوجتك اللي في ايدك دي امانه عندك، لازم تحافظ عليها وتشيلها فعلا. جزاك الله كل خير وكل عام وانت بخير. انت بألف صحة وسلامة. انت بصحة وسلامة. واشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.